واسكارليس جناح ايسر. الفونس اريولا خطيره، تدخل في اللحظه الاخيره ومطالبه بخط. والان ياتي الدور على اللعب مع نايف اكرد. نايف يلعب ركنيه بالقدم اليمنى، ما يقنع هذا المدرب الانجليزي تيري فينابلز الروماني المعروف بال ديفين موبا. لويس دام يونايتد يلعب ديفين موبابا مقتول شبان في الفريق الاول. فريق جامعة كرايوفا كان وصيف عن صاحب بست نقاط فرتس في كاب اول هدفه في اول مبارياته مع بلمسه داخل منطقه الجزاء مخطوفه من نايف اكرد، خطفها بشكل ممتاز نايف اكرد. ضربة بالخطا وركة حرة وينظر لشهر ساشا ستيجمان للمغربي نايف اكرد يقول لم افعل اي شيء. 2018 كره طويله في الامام في انفراد التسديده جول، جول الاول في المباراه لبابلو فورنالز اللي صمت في هذه النسخه من دور الابطال في دور المجموعات. هذه كره راسيه خطيره مرت جول، جول لما انقذها من على الخط المدافع شالها قبل سيا الهدف الثاني للمطارق. لولا براعة يطلق ساشا ستيجمان مباراة تاريخية أفضل كأس الأندية أفضل الكؤوس مرة أخرى على الجهة اليمنى، عرضية خطيرة جول جول لويست هام يونايتد يفعل أخيرا نادي فينمو. هدف الثاني بضربة رأس في الدقيقة 56 من عمر المباراة، الهدف عرضية ممتازة على القائم الفريق فورنالز يضرب بالثالث، يضرب بالثالث لأن بابلو فورنالز لفريق ويست هام يونايتد متابعة رائعة للإسباني. فريق او حضور الثالث مع الفريق بالدرجه الثانيه لاعب تورينو. هذه كره في الامام عام 6-7 نهائي كاس السلاته. نزل عشر دقيقه اخيره متص للفريق الروماني بالكعب تمريرة ستسنح طبعا في الشوط الثاني كما رايس وير كبديل لديفين كومانو. عرضية مرت مرت خطيرة ولا نايف أكرد، ولا نايف أكرد اللي وضع قدم أمام أريولا. أيضا لو مر في هذه المجموعة ويست كرة أخرى قادمة بإذن الله.